العربية نقرأ من اليوم السابع حرب الدعاية بين الجزيرة وداعش. مقال لأكرم القصاص يقول: كانت الدعاية والشائعات جزءا من الحرب على مر التاريخ، وأخذت شكلا جديدا مع عصر الاتصالات. آخر مثال ما كشفته التقارير والشهادات والاعترافات عن ضلوع قطريين في إثارة الحرب الدعائية بين الإمارات والسعودية عن طريق إنشاء مواقع وحسابات على فيسبوك وتويتر تبدو أنها من السعودية تشتم الإمارات أو بالإمارات وتشتم السعودية، حيث اعترف علي حمد بشراء خمس بطاقات هواتف إماراتية وعاد إلى السعودية ثم إلى الدوحة وسلم البطاقات الإماراتية لجهاز أمن الدولة القطري تم استخدامها في إنشاء حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي وفيسبوك منها وتويتر. بوعسكور وقناص الشمال كانت تبث شائعات وتنشر أخبارا مضروبة وإساءات للإمارات. في المقابل تم استخدام الكروت السعودية التي حصل عليها عند سفره للسعودية للإساءة للمملكة. اللعبة معروفة لمن لديهم بعض الخبرات في عالم التواصل، لكن بالنسبة لكثيرين من الصعب التفرقة بين المعارضة وبين الدعاية أو بين الشائعات وبين الحقائق. والاعترافات التي ظهرت وبعض التقارير كشفت عن وجود شبكة واسعة من الحسابات المزيفة، وذلك في الدول التي تعاديها قطر تمارس نفس اللعبة. في مصر هناك مواقع تمولها قطر بشكل علني، وأخرى تمولها عن طريق مكاتب حقوقية أو منظمات بحثية، فضلا عن حسابات معلنة مدفوعة الأجر. يعني طبعا هو المقال مهم جدا من اليوم السابع، مقال لأكرم القصاص، يتحدث فيه هنا عن الأشكال المختلفة للاختراق للداخل في الدول. يعني لم يعد اللعبة الاستخباراتية بما كنا نعرفه يعني منذ زمن. قواعد اللعبة وأشكال اللعبة اختلفت باستخدام طبعا بدخول التكنولوجيا وبدخول المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي، وخطر هذه المواقع الاجتماعية على الأمن الداخلي للدول، وكيف يتم استخدام هذه المواقع لإحداث بلبلة في الداخل لكل دولة على حدة، وكيف تقوم هذه الدول باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك أو تويتر أو أي من مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى لمحاولة يعني إثارة الشائعات والبلبلة في الداخل لكل دولة. نعود لاستكمال هذه المقالة من اليوم السابع لأكرم القصاص. قال: معروف أن المواقع والحسابات الممولة كانت تلعب دورا في مصالح تنظيمات إرهابية أو سياسية بهدف توجيه التحولات العربية باتجاهات غير تلك التي كان يدفع لها الجمهور. وإذا ربطنا ما أعلنه القطري علي حمد في اعترافه عن كتائب التزييف الإلكتروني مع ما أعلنه مراسل الجزيرة السابق محمد فهمي وغيره، نكتشف أن الجزيرة تجاوزت كونها قناة منحازة إلى أن تكون إحدى أدوات اتصال ونقل شفرات لتنظيمات مسلحة في سوريا والعراق أو حتى في سيناء. وهناك مؤشرات ودلائل على قيام القناة بهذا الدور عندما كانت تعرض فيديوهات مباشرة تنقل بيانات ووجهات نظر بيت المقدس والتنظيمات الإرهابية، بل إنها كانت تعرض أفلاما أنتجتها خصيصا ضد القوات المسلحة المصرية. الجزيرة كانت تتبنى وجهات نظر وتسميات التنظيمات الإرهابية، حيث يطلقون على تنظيم داعش الأكثر دموية اسم تنظيم الدولة، بينما تعتبر القوات العراقية ميليشيات. كلها وقائع تشير إلى أن القناة تجاوزت حتى الانحياز السياسي أو المهني إلى كونها أصبحت منصة إعلامية للتنظيمات الإرهابية داعش والنصرة. بالطبع كانت هناك دول وأجهزة تقوم بنفس الدور، لكن قطر لعبت مع أطراف متناقضة من دون أن تمتلك إمكانيات لهذا وتكشف أوراقها. ما زلنا مشاهدينا في هذا الشأن وفي سياسات الحكومة القطرية سواء على الصعيد الرسمي أو على الصعيد الإعلامي، وكيف أنها تستخدم قناة الجزيرة لمحاولة أو في محاولة منها لتنفيذ سياساتها الخارجية في الدول التي تنشط فيها. من اليوم السابع إلى
جريدة الرياض السعودية نقرأ في الافتتاحية الخاصة بها هذا المقال بعنوان الدوحة عاصمة القرار الخاطئ، حيث لم يعد خافيا ما عاشه النظام القطري من ارتباك خلال الأيام القليلة الماضية إلى درجة وصلت إلى حد الشفقة فيما يمارس حاليا من سلطات الدوحة، هو ببساطة غياب للحكمة تسبب في تلعثم وهستيريا جماعية أصابت مكونات النظام القطري. المنظومة السياسية في قطر طغت عليها تحديدا منذ 20 عاما الصبغة الميكافيلية، فرضتها عقدة الصغير التي أدت إلى توتر دائم في علاقته بأشقائه وجيرانه الكبار الذين كانوا منشغلين على الدوام بقضايا أهم تتعلق باستراتيجيات وتحالفات دولية وإقليمية تحقق أمن واستقرار بقعة جغرافية تضم عشرات الدول لا يمكن بطبيعة الحال التفريق بين حقوق جميع من يعيش فيها في العيش في سلام ورخاء. ولم يكن هناك أي تفسير منطقي للحالة التي كان يعيشها شقيق الصغير ولعبه ومشاغباته بين الحين والآخر مع الكبار، ومع ذلك تم التعامل مع الحالة القطرية على أنها مجرد رغبة في إثبات الوجود. على هذا الأساس تم التقليل من حجم الأخطاء وأثار عبثها بالقيم الخليجية والعربية على أمل أن تدرك الدوحة في يوم من الأيام أن أضرار ممارساتها تتمدد لتحرق دول وتحدد مصائر شعوبها. إذن مشاهدينا، يعني كنا نحاول استعراض أبرز ما جاء في المواقع والصحف العربية عن الأزمة القطرية. مستمرون.